يا مساء الخير على كل الأسرة اللي طول الوقت بتتابعنا في منيا جدة. يا مساء الخير على كل أم جميلة بتحاول طول الوقت إنها أولا تهتم ببيتها وولادها وكمان تهتم بنفسها. طبعا أنا بعتذر لكم على صوتي بس أنا تعبانة شوية. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا. حلقتنا يوم الاثنين زي كل مرة من حلقات منيا جدة، بنبقى معاكم كل يوم اثنين، كل يوم أربعة، من الساعة 12 للساعة 1 على الهوا. بنحاول طول الوقت اننا نتكلم في كل المواضيع اللي تخصكم واللي تهمكم. بعض الموضوعات اللي بنختارها بتبقى بناء على طلبات حضراتكم، وده اللي خلانا نتكلم في موضوعنا ده النهارده. على مدار اسبوعين جالنا اتصالات كتيره جدا في منيا جدها، حابين انه نتكلم على الضغوط النفسيه عند الولاد. يعني ايه ضغوط نفسيه عند ولاد او عند اطفال صغيرين؟ احنا نتكلم في الجزئيه الخاصه بالمذاكره والمدرسه والامتحانات والى اخره. ليه حابين نتكلم في ده؟ لان طبعا احنا طول الوقت بنحاول ان نخلي ولادنا افضل، بس بنحاول نعمل ده بطرق غلط كتير، وفي اوقات كتير بنفقد او بنخسر ولادنا نتيجه تصرفاتنا الغلط. في مره من المرات كده احكي لكم قصه سريعه. شفت ام من الامهات في مدرسه ما، يعني كانت بتتكلم على تعامل المدرسه بتاعه الفصل اللي فيه بنتها مع الولاد كلهم اللي في الفصل، مش بس بنتها. وكانت طول الوقت بتتكلم على انه المدرسه دي عنيفه جدا وشديده جدا، طول الوقت الولاد كارهين يروحوا المدرسه بسببها، طول الوقت الولاد مش عايزين خالص انهم يتعلموا ولا يعملوا واجبات ولا يعني بصوا، يعني فكره التعامل مع المدرسه دي كانت منتهيه بالنسبه للاطفال عندهم 5 و6 سنين. الحقيقة أنه كنا بنستغرب جدا أنه ليه أطفال صغيرين بيتعاملوا بالشكل ده وكارهين الحياة في المدرسة بالشكل ده مع المدرسة دي بشكل خاص. اتضح لنا بعد فترة أن المدرسة دي عنيفة جدا، طول الوقت بتصرخ في وش الولاد، وطول الوقت بتتعامل معهم بشكل وحش جدا، طول الوقت رافضة أنه أي حد من الأطفال الصغيرين يتكلم معاها في أي حاجة إلا لو بس عايز يدخل التويلت أو عايز يعمل أي حاجة. غير كده ممنوع تتكلم معايا، ممنوع توجه لي سؤال، ممنوع تعمل اي حاجه. الواجبات المدرسيه لو حد من الولاد ما عملهاش بتبقى كارثه ومصيبه في الفصل، وممكن اوقات كتير توصل معاهم لانها تضربهم مثلا. طبعا بغض النظر عن انه ده مرفوض او مقبول في التعليم بشكل عام، لكن احنا بنتكلم على الأطفال إزاي بيبقى عليهم ضغوط وعليهم أعباء كتير جدا نتيجة الدراسة. إحنا أوقات بقى في البيت بنعمل إيه؟ بنفضل إحنا كمان نزعق علشان يبقوا أحسن. طبعا يعني كلنا نفسنا أولادنا أحسن ناس، بس الحقيقة إحنا أوقات كتير بنعمل ده ونفضل باصين لهم كده بعد ما نفضل نزعق ويصعبوا علينا أوقات كتير جدا. إحنا عايزين نتكلم بقى في كل الضغوط النفسية اللي بتواجه ولادنا مننا إحنا كأمهات أو حتى من الآباء أو من المدرسة. إزاي نعرف نتعامل مع أولادنا؟ إزاي ما نكرههمش بحاجة اسمها تعليم؟ إزاي نخليهم يحبوا التعليم ويحبوا يعملوا واجباتهم، يحبوا يعملوا كل حاجة ليها علاقة بالتعليم؟ ده هيكون موضوعنا النهاردة. مستنية تليفوناتكم طبعا، مستنية أي رسالة حابين تبعتوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك علشان نعرف نوجهها أو نعرف نسألها لضيفتنا اللي هتنورنا النهاردة، علشان إحنا نستفيد وإنتوا كمان تستفيدوا من الموضوع ده. هيكون معانا بعد الفاصل ده دكتور كارولين فوزي، أخصائية الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الأدمان، علاج الإدمان عفوا. هتكلمنا بقى في كل الحاجات اللي ليها علاقة بالضغوط النفسية عند الأطفال. خلينا نخرج معاكم لفاصل في الحلقة النهاردة. في الفاصل ده هنشوف السخونة عند الأطفال ونتائج السخونة على الأطفال، ونرجع بقى نتكلم في موضوعنا مهم جدا. مستنية تليفوناتكم. النهارده هنتكلم باذن ربنا عن موضوع تقريبا مفيش طفل ما تعرضلوش. الموضوع هو موضوع السخونه عند الاطفال. السخونه عند الاطفال زي ما قلت لكم كل الاطفال كل الكبار اتعرضوا لارتفاع في درجه الحراره.
لا، عشان اقول ارتفاع في درجة الحرارة لازم اقول ان حرارة الجسم ارتفعت من 37 ل 37 ونص. فوق 37 ونص انا بعتبر ده ارتفاع في درجة الحرارة، لكن لو اقل من 37 ونص او 37 اعتبر ده يعني بوردر لاين كده، الولد بيشاور عقله هل هو هيسخن ولا لا. ارتفاع درجات الحرارة ما هوش مرض، ارتفاع درجات الحرارة هو عرض لمرض. يعني مفيش حاجة أقول أنا هعالج السخونة بكذا، لأن السخونة دي كانت موجودة علشان في حاجة معينة في الجسم هي اللي عملت كده. السخونة هو رد فعل للجسم زي علامة تنبيه إن في حاجة. لو أنا تخيلت إن أنا عندي طفل ومش بيسخن والولد في عنده ميكروب ومفيش سخونة، طب أنا هعرف منين؟ فالسخونة هي عبارة عن علامة تحذيرية بتقول إن هنا في مشكلة دور عليها. السخونة في حد ذاتها من ضمن الحاجات اللي بتعمل هي عبارة عن طريقة وقائية ان الجسم يحاول يعمل بيها يصد ان تكاثر الفيروس. يعني انا لو عندي فيروس او عندي ميكروب، الميكروب ده بيتكاثر وبينمو في درجة حرارة 37. لما درجة حرارة تبقى 39 الطفل بيبقى تعبان، لكن الجو 39 ده بتخلي نشاط وتكاثر وانتشار الفيروس او الميكروب قليل، فهو الجسم بيحاول يوقف الفيروس عند حده بالسخونة. طبعا عندنا اسباب كتير، ممكن يكون ارتفاع درجه الحراره سببها او السخونه سببها فيروس في الجسم، ممكن يكون ارتفاع درجه الحراره سببه التهاب بكتيري، ممكن يكون سببه التهاب في جهاز المناعه، ممكن يكون سببه مرض معين مش بيتعالج بالمضادات الحيويه. معظم الامهات اول ما تيجي السخونه بيروحوا مدين للبيبي الخافض الحراره، وده تصرف مظبوط صح، ان انا بحاول انزل درجه الحراره للنسبه الطبيعيه او شبه الطبيعيه. وبعدين ناس بتلجا انها تستخدم مضاد حيوي على طول، ودي غلطه لو سمحتوا ما نعملهاش. المضاد الحيوي يستخدم في الالتهابات البكتيريه اللي هي تعتبر 1 على 10 من اسباب السخونه، يعني كل 10 اطفال ممكن استخدم المضاد الحيوي 1 أو 2، لكن في 8 ممكن ما يتعالجوش خالص بمضاد حيوي. بالعكس المضاد الحيوي بيكون ليه اثر سلبي على ان الجسم نفسه بيتكون منه مناعه ضد للمضاد الحيوي، فلما اجي استخدم المضاد الحيوي دوت والولد محتاجه مش بيجيب نتيجه، ده كمان بيدمر المناعه في المجتمع اللي حواليه. يعني انا لو فرضت ان طفل خد مضاد حيوي 2 3 انا اخواته كمان بقى مناعتهم قليله مش بس هو لوحده. ارتفاع درجة الحرارة زي ما اتفقنا هو عرض مش مرض، لازم ادور على سبب الارتفاع بتاع درجة الحرارة واتعامل مع درجة الحرارة بالطريقة المظبوطة. من ضمن المضاعفات اللي احنا بنخاف منها في اول 5 سنين ان لو الحرارة عاليت فجأة وارتفعت لدرجة حرارة مثلا 40 او 40 ونص او الارقام دي، ممكن تعمل حاجة بتسمى التشنجات الحرارية. التشنجات الحرارية دي عبارة عن ارتفاع في درجة حرارة عالي جدا بيسبب للجسم تشنجات وفقدان للوعي، والولد بيعمل زي يبقى موجود زي نقطة الصرع اللي موجودة بسبب ارتفاع درجة الحرارة. التشنجات الحرارية بنسبة كبيرة بتعدي من غير مشاكل على مخ الأطفال، لكن لو اتكررت أكتر من مرة في نفس الدور أو كل مرة الطفل بيسخن بيبقى فيه تكرار للتشنجات الحرارية، لازم أستشير دكتور أطفال أو دكتور مخ وأعصاب عشان ده ممكن يكون ليها تأثير على مخ الأطفال وتبقى فيه مشكلة بعد كده. تقريبا ده ملخص الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. السخونة لما تحصل حضرتك بتنزل الحرارة يوم او اتنين، الحرارة لسه موجودة لو هي طبعا حرارة 40 بنشور الدكتور على طول، لو هي حرارة بسيطة يوم او اتنين بنتابعها، في اليوم التالت لازم اكشف واشوف الاعراض المصاحبة للحرارة هي ايه عشان الدكتور يشخص الحالة مظبوط ونقي اولادنا من اي مشاكل تكون حاصلة بعد كده. برحب بيكم مرة تانية. زي ما قلت في المقدمة النهاردة انه لازم نتعامل مع الولاد بشكل اهدى شوية، او الطبيعي اننا نتعامل معاهم بغض النظر اننا بننفذ ده فعلا على ارض الواقع او مش بننفذه. في بعض الامهات وبعض الاباء بيعرفوا يتصرفوا في ده او بيعرفوا يعملوا ده، وفي ناس تانيين ما بيعرفوش يعملوا ده، فده بالتالي بيأثر بالسلب طبعا على الولاد. واوقات كتير لما الموضوع بيزيد قوي بنخسر ولادنا، وبنقف بعد ما بنزعق وبعد ما بنبقى عصبيين وبعد ما الموضوع بيبقى عنيف جدا مع الولاد، بنقف نبص لهم هم صعبانين علينا احنا ليه بنعمل معاهم كده، في حين انه بيبقى من جوانا دافع قوي اللي هو انا عايزه اولادي احسن.
بس عايزة ولادي أحسن إزاي؟ هي دي بقى إيه النقطة اللي لازم نتكلم فيها النهاردة، من غير ما نعمل عليهم ضغوط نفسية أو نعمل عليهم أعباء كتير. الموضوع ده كله أو النقاط دي كلها هتكلمنا فيها ضيفتنا اللي منورانا جدا النهاردة في استوديو من يجدها، دكتور كارولين فوزي، أخصائية الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان. أهلا بيك يا دكتور، منورانا. ميرسي، نورك. أتكلم في نقطة مهمة جدا وأولى، هي الفروق الفردية. صحيح. كلمة بنقولها وفاهمينها للأسف الشديد، بس مش بنعرف نتعامل بيها. يعني ممكن يبقى أخين أختين، أخ وأخت في البيت الواحد، صحيح، بنفس التربية، نفس الأب والأم، نفس المجتمع كله اللي حواليهم، ولكن الفروق الفردية بين كل واحد والتاني بتخلي المفروض أني أتعامل مع كل واحد بعكس التاني أو بطريقة مختلفة عن التاني. إزاي أنا كأم أعرف أتعامل بالفروق الفردية وأعرف أبقى مقتنعة أنه الفرق الفردي ما بين ابني أو بنتي وأي حد تاني موجود ولازم اتعامل على الاساس ده؟ طيب، هو الاول يعني اول حاجه بس احنا محتاجين انه يعني دي حقيقه، فكره الفروق الفرديه دي حقيقه، يعني احنا الكبار اصلا كل واحد فينا عنده الفروق الفرديه دي، فولادي كمان عندهم الفروق الفرديه، سواء انا رضيت بده او ما رضيتش، هم بعد كده هيفرضوا ده عليا، وساعتها هبص بالراجع هقول يعني انا كنت بضغط عليهم في حته هم اصلا ده اخرهم فيها. بالظبط. في اطفال بتبقى عندها قدره القدرات الذهنيه اعلى من القدرات العضليه، وفي اطفال بتبقى قدراتهم العضليه او الحاجات الفاين سكيل زي ما بنقول بتبقى احسن بكتير من القدرات الذهنيه، دي حاجات بتاعه الفطره، دي ربنا هو اللي عمل ده. طب دكتور، ما هو في بعض الاباء والامهات بيبقوا رافضين فكره ان انا عندي في حاجه ناقصه او نقطه ضعف في ابني او بنتي، بمعنى انه لا انا حاسه او انا عارفه او انا متاكده انه ابني او بنتي عنده اكتر من كده، بس هو اللي مش عايز يعمل مجهود او هي اللي مش عايزه تعمل مجهود. ما هو هي دي احنا محتاجين نفرق، هو ده فعلا اخره ولا انا اقدر ادوس عليه اكتر من كده، بس هو حتى فكره انه هو ده اللي مطلعه لي وبيقول لي ان هو ده اخري، ولو وصل له انه بابا وماما طول الوقت بيضغطوا في حته معينه، الطفل هيعند او هيستغل النقطه دي فيبتدي يعني يتحايل على الاب والام في انه يعمل اي حاجه هو عايزها بالضغطه دي. طب اوكي ماشي، يعني انتوا عايزين الحته دي، طب هنلعب بيها بقى. ودي حاجه مش ما يعملهاش يعني قصد يعني لا، ويبقى جيم بقى، يعني ندخل في جيم مع بابا وماما انه طب انا هعمل اللي انتوا عايزينه بس تعملوا لي اللي انا عايزه. ونفضل بقى نبقى بيساوموا بعض، بيساوموا بعض جدا. خبر أبيض. ده الطفل، هو الطفل اصلا لو وصل له انه في اي تساوم بيني وبينه هيبقى بيلعب بيا، اللي هو مثلا لو انت عملت الحاجه الفلانيه انا احبك اكتر، او انا لو عملت الحاجه الفلانيه أكتر انا هجيب لك حاجه مثلا، او هروح الحته الفلانيه او هعمل، طب خلاص هتبقى دي هيبقى هو اللي بيساومني مش انا اللي بشجعه بيها. والطفل فاضي، احنا عندنا مشغولات كتير، فهو هيبقى بيلعبنا احنا، وفي الاخر مركز في التفاصيل اكتر جدا مني بكتير، وكل كلمه وكل نظره وكل تفصيله احنا بنعملها هو واخد باله جدا منها. فالاب والام هم محتاجين يعرفوا هم فعلا ابنهم متميز في ايه، يعني هو متميز في الذاكره، في الحفظ، في الفهم، في الحاجات الكرتون، في حاجات الشغل الايد، الحاجات اللي بيشتغلها، الحاجات الرياضه البدنيه مثلا. يعني انا شو يعني في اول 3 4 سنين انا بشوف ابني رايح للحته. انا طب ما هو في بعض الاولاد يا دكتور بيبقوا لغايه فتره معينه او لغايه مرحله عمريه معينه بيبقوا شاطرين جدا جدا في حاجه معينه، مثلا رياضه، مذاكره، حاجه يعني التحصيل الدراسي بتاعهم، وبعدين بعد فتره كده بنلاقي مستواهم بيتراجع. فبنلاقي اباء وامهات كتير متضايقين جدا انه انا ابني او بنتي ما كانوش كده، هو ايه اللي حصل وايه اللي خلاه يتراجع او ايه اللي خلاه يرجع لورا 10 خطوات عن اللي كان فيهم، وبالتالي بنتعامل مع الولاد بشكل اكثر عنفا نتيجه انه انت كنت احسن، فليه بقيت كده، ليه عمال بترجع لورا؟ وقتها هنراجع بقى هو فعلا كان احسن عشان هي دي قدراته، ولا انا اللي كنت ضغط عليه دايسه عليه جدا جايبه يعني هو مثلا الكباستي بتاعته 3 حصان مثلا، وانا كنت مخليه يشتغل بال100 حصان في الدراسه، فهو كان بيجيب الفول مارك وكان يعني تحصيله الدراسي كويس وكل حاجه، بس انا كنت بستهلكه بستنفذه
فلما جه وقت ان هو بعد خلاص بعد 10 12 سنه ابتدى يدخل بقى كمان في سن المراهقه، هو خلاص هو جاب اخره. يعني ده مش بيخلي الولاد يا دكتور يتعودوا على كاباسيتي اعلى شويه او انهم ياخدوا اكتر، بما ان طول الوقت انا بتعامل معاهم على انهم بياخدوا الاكتر، بياخدوا انفورميشن اكتر، بيتمرنوا اكتر في رياضه ما بينجحوا فيها اكتر، وبعد فتره او بعد عدد من السنين بيبقوا اخدوا على الوضع ده، فالمفروض انهم يكملوا عليه. لا مش شرط، لانه هو لو هو ابتدى الرياضه دي او شكل التحصيل ده وانا هو اصلا مش عايز، بس انا بضغط عليه وببتدي يعني يبقى في نوع من العقاب والترهيب والحاجات دي كلها، فهو مضطر ان هو يعمل كده. بعد وقت هو مش هيبقى مضطر انه يعمل ده. ده اللي بيخلي ولادنا بعد فتره كده، او مش بعد فتره حتى، من البدايه خالص لو انا بتعامل غلط، ده بيخليهم يكرهوا المدرسه ويكرهوا المذاكره جدا. ولا في اسباب تانية ممكن تخلي ولادنا يكرهوا المذاكره والمدرسه والتعليم بشكل عام؟ هي ده من اهم الاسباب، ان انا طول الوقت ضاغط عليه، ان انا مختزلاه اصلا في فكره انت بتساوي الدرجات اللي هتجيبها في المدرسه، انت هتطلع الاول فانا انت بالنسبه لي كويس، انت مش هتطلع الاول انت ههملك وهعايرك يعني وهقول كلام وحش ليك يعني كل الحاجات السلبيه هتحصل. فهو بيبقى عشان يتجنب كل ده فهو يعني بيفضل طب ماشي يعني مهاود الاب والام لغايه سن معين، بس هو المراهقة مثلا لغاية المراهقة اللي هو خلاص بيبتدي تتفجر كل التمرد والطاقات بتاعته يعني. بس هو فعلا بالنسبة له وصل له رسالة قوية ان انت بتساوي المذاكرة، انت بتساوي الدراسة، انت بتساوي انت رقم كام في الفصل. فده بيخليه هو الطفل بيتولد انه انا ليا قيمة وليا وجود بغض النظر انا درجتي كام في الفصل، انا هبقى ترتيبي كام. لا هو بيبقى يعني حاسس انه هو اكبر من ده، بس لما الاب والام بيختزلوا ده فهو بيكره المدرسه جدا والدراسه ويحس انه هو مش ده. طب بس احنا دلوقتي لو اب وام سمعونا دلوقتي هيبقى اول حاجه بيردوا بيها علينا انه طب انتوا بتطلبوا مننا نستنى على اولادنا، ولا بتطلبوا مننا ما نركزش قوي، ولا بتطلبوا مننا ما نبقاش شادين على اولادنا؟ ما هو في الاخر انا كأم انا نفسي ابني او بنتي يبقوا احسن حد في الدنيا، وانا شايفه انه نفسي ابني او بنتي يطلعوا الحاجه الفلانيه او انهم يبقوا متفوقين دراسيا، وده مطلب طبيعي وشرعي يعني عند الاباء والامهات. فاحنا عايزين نوصل المسج او نوصل الرساله بشكل شويه برضو حبوهم، وبرضو مهمه المذاكره، وبرضو مهم التعليم وكل حاجه، بس ازاي اقنع اب وام انه المذاكره مش اهم حاجه؟ ما هي دي مشكله المجتمع، انه بيختزل الاطفال في المذاكره، مع ان في جوانب كتير جدا احنا بنخليه يعني بنحرم الاطفال انها تعيش طفولتها والمراهقين من انهم يعيشوا مراهقتهم بسبب انه ذاكر ذاكر ذاكر. انا حقيقي بشوف بيوت اول ما تبتدي الدراسه كان في حرب ومعسكر وكان الدنيا هتتهد. ده مش التعليم بتاعنا هو اللي حطنا في الجزئيه دي يا دكتور؟ طبعا يعني ده يعني لانه احنا عندنا للاسف في نظام التعليم بتاعنا، حتى لو في شويه طرق حديثه بدات تتطبق دلوقتي، وطبعا ده مش في كل السنين، لكن برضو الحشو اللي موجود داخل المناهج الدراسيه بيبقى غصب عن الاب والام انهم يعني مذاكره طول الوقت، لانه الحاجات تقيله قوي. يعني انا بشوف حاجات في ثالثه ورابعه ابتدائي اللي هو لا مستحيل اطفال يبقى عندهم 7 و8 و9 سنين بياخدوا الكلام ده. ما هو عشان كده انا محتاجه احط ان التعليم ده جزء صغير في حياته، يعني مش هو ده الاساس، مش هو ده اللي هي ايه الاساس؟ الاساس العلاقه بين الاب والام مع الطفل. اعملها ازاي؟ لا دي بتبتدي من الاول خالص بقى، ببتدي انه يبقى في علاقه سويه بينهم، وما بقاش باذي ابني نفسيا، وما بقاش بختزله في اي حاجه، لا في شكله ولا في انجازاته في التعليم. كل الحاجات دي بخليه انه لا انا موجود وانا استاهل اتحب، حتى لو انا مش بجيب فول مارك، حتى لو انا شكلي مش حلو، حتى لو انا مش عارف اعمل اكتر من كده، وان دي قدراتي. كل ده بيوصل له انه
انا اكبر من كل الحاجات دي. يعني انا اللي بحقق ده، مش الحاجات دي هي اللي بتخلي وجودي ليه معنى، يبقى ليا قيمه. بالظبط كده. طيب اتكلمت كده وقلت مثال كده في المقدمه عن مدرسه كرهت الاطفال في المدرسه، واطفال صغيرين بقى، احنا مش بنتكلم في مراحل عمريه او دراسيا كبار شويه، لا دول اطفال صغيرين قوي، فالمفروض ان هم يروحوا مدرسه يلعبوا اصلا يعني. بالظبط. ازاي المدرسه في الفصل تبقى مسؤوله مش بس عن منهج مطالبه بيه انها تحققه او انها توصله للطلبه او للتلاميذ بتوعها، بس كمان تبقى مهتمه بسيكولوجيه او نفسيه الطفل؟ هو دي برضو يعني مشكلتها في المنظومه، انه المدرس او المدرسه بتبقى داخله هي عندها تارجت، انا عندي كراكل معين لازم اخلصه، لازم يخلص عشان في موجه هيجي يفتش عليا. يعني هي سلسله، يعني هي اصلا برضو مضغوطه، انا ببقى مقدره ده، بس هي كمان بتبقى محتاجه انه تاخد بالها من الاطفال اللي مش بيتكلموا مثلا، او اللي مش واخدين جنب، او اللي قاعدين ورا، او اللي بينام في الفصل، لانه هو كل حركه الطفل بيعملها جوه الفصل هي ليها معنى عنده. لو محدش خد باله منها، هو بتوصل له رساله سلبيه انه انا مش مهم وانا مش متشاف، فخلاص، فانا هذاكر ليه؟ انا هروح المدرسه ليه اصلا؟ انا محدش بيحبني ومحدش شايفني وانا وجودي مش فارق. فانا هذاكر ليه وابقى كويس ليه، او هتعلم ليه، او حتى هروح المكان ده ليه؟ فنلاقي انه وقت الدراسه انه الاعراض الجسمانيه في الاطفال بتزيد قوي. طبعا بطني وجعاني، لا تعبان، لا مش كل الامراض بتيجي فجاه الصبح. أيوة. واحنا رايحين المدرسه، هو يعني الام ولو قلنا له خلاص حبيبي مش هتروح، كل الاعراض دي بتختفي وبيرجع ويلا طب نخرج بقى وحاجات كده. ده وراه انه انا محتاجه ان انا ادور هو ايه اللي بيحصل لابني في المدرسه، هو ايه الرسائل اللي بتوصل له لدرجه انه مش عايز يروح، من المدرسه، من الزمايل، من يعني اصحابه في الفصل، شكل الدراسه. انا محتاجه طول الوقت اتكلم مع ابني وبنتي انه طب انتوا مبسوطين وانتوا بتذاكروا ده؟ طب ايه ممكن يسهل عليكم اكتر؟ طب انتوا بتحبوا نحكي الدرس ده مثلا حكايه، ولا نعمله مثلا مكات، ولا يعني ايه اكتر، ولا نلخصه في بوينتس؟ هو ده محتاجه طول الوقت اتكلم مع ابني وبنتي في كده، انه انت بتحب ايه، او ايه اقرب ليك في ان انت التحصيل يبقى احسن يعني. تمام. طيب احنا معانا تليفون، معانا انجي من الجيزه. الو 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 يا انجي، ازيك؟ ازيك، عامله ايه؟ ممكن تعلي صوتك شويه، انا مش سامعاكي. نعم، انا مش سامعه صوتك يا انجي، علي صوتك بعد اذنك. مش سامعه صوتي؟ عني. ايوه. طب كده كويس؟ كده كويس، اتفضلي انت معانا على الهواء. اوكي ماشي. اتفضلي يا انجي، انت معانا على الهواء. اوكي انا؟ انجي انا معاكي على الهواء، ممكن تسمعينا من التليفون؟ كويس الحمد لله. اوكي حاضر، انا بس كان عندي سؤال ممكن اساله. عندي ابني الترم الاولاني كان حلو خالص، جايب درجات عاليه خالص. الترم ده الدنيا بايظه خالص معايا، رافض اصلا المذاكره ورافض ان هو يذاكر. وانا بصراحه مش عارفه اعمل ايه يعني. طب انجي بتقلبي للاسف، يعني هي خايفه ان هو يذاكر وهي بتعمل زيه. طب انجي هو عنده قد ايه؟ نعم؟ عنده قد ايه؟ عنده 10 سنين. 10 سنين، يعني هو قبل العشر يعني لغايه السنه اللي فاتت كان شاطر وبيجيب درجات عاليه، والسنه دي هو مش متقبل المذاكره ولا الواجبات ولا عايز يعمل حاجه. الترم ده خالص، يعني حتى الترم الاولاني نفسه كان درجات حلوه جدا، الدنيا كويسه جدا. الترم ده لا، صعب جدا. يعني حتى الترم الاولاني بقيته خالص معايا. طيب مش عارفه صراحه اتصرف ازاي، مش عارفه اعمل ايه. طيب خلاص دكتور كارولين هترد عليكي، بشكرك على اتصالك. طيب هو احنا محتاجين الاول نتكلم معاه، يعني 10 سنين ده يعني كبير حلو يعني جدا. فاحنا محتاجين نعرف هو ليه، يعني في حاجه جدت، في حاجه حصلت له في المدرسه. اكيد اعتقد في حاجه جدت طبعا، يعني خصوصا ان الدروب مره واحده، وبعدين في وقت قصير، يعني من الترم الاولاني للترم الثاني، يعني هو كان كويس قوي. فهو احنا محتاجين بقى نشوف هو اصلا الدروب ده كان ليه، يعني حصلت له حاجه في المدرسه، حد من زمايله، حد تريق عليه، حد وصل له اي رساله سلبيه قويه، حد من العيله. سوري.
حد من العيلة مثلا اتكلم عليه بشكل وحش، ماما مثلا قدام الناس قالت ده هو كويس بس لا محتاج شوية تاني، فهو حس انه يعني كل ده وانا برضو مش انتي مش راضية، فطب خلاص يبقى بناقص خالص يعني. ودي احيان كتير الرساله اللي بيوصلها بس الابناء. اعتقد هي بتقول يعني هي نفسها بتقول ان هو طول الوقت بيجيب درجات عاليه جدا وممتاز، والترم الاولاني درجاته حلوه جدا، فمعنى ان الام نفسها تقول كده يبقى هي اعتقد الموضوع بعيد شويه عن الام نفسها يعني. ما هي محتاجه ان هي حاجه ترجع حصلت في المدرسه مثلا. طيب المدرسه او اصحابه، اذا لو حاجه حصلت في المدرسه حاجه حصلت مع اصحابه، هي بقى في البيت تعمل ايه؟ لا هي محتاجه تعرف هو ايه اللي حصل، وقتها نتعامل مع اللي حصل ده ايه، ونحاول نبسطه للطفل ونحاول نوصل له انه لو دي رساله سلبيه وصلت لك انه لا في رسائل ايجابيه تاني من بابا وماما وفي صحاب تاني بيحبوك وفي ناس تانية، يعني ما خليهوش يقفل دنيته على رساله سلبيه وصلت له سواء من المدرسه او من اصحابه هناك، خصوصا أيوة في السن ده بيحصل زي التنمر كتير، التريقه طبعًا والحاجات طبعًا. بتبقى طيب لكن لو هو مش عايز يذاكر او مش عايز يعمل واجباته انا اضغط عليك كأم؟ لا طبعا. طب يعني 10 سنين يعني هيخسر برضو يعني. طيب هو يعني من سن 8 سنين انا بديله مساحه، يعني هو اولا في الدراسه يعني قبل لغايه 6 7 سنين كده انا بقعد معاه، اولا انا بتفق مع الطفل انت تحب نعمل الواجب امتى، اول ما ترجع من المدرسه تاكل ونعمل الواجب ولا تعمل الواجب بعد كده ناكل؟ لا طبعا لازم ناكل. يعني ما بيعملش الواجب الاول وبعدين يعني احنا ممكن ناخد ريست ان احنا نلعب مثلا لمده ساعه، وبعد الساعه دي احنا الساعه كذا احنا هندخل الاوضه مثلا او المكان اللي احنا هنقعد نذاكر فيه او المكتب، ونقعد نذاكر فيه لمده ساعه مثلا، وابقى محدد يعني قايله له انه الواجب ده او الهوم ورك بتاعك هيخلص في خلال ساعه. اوكي. فاحنا هنقعد الساعه دي سي مثلا من 7 ل 8، وبعد كده من 8 مثلا ل 10 لغايه لما انت هتنام، فانت عندك وقت انك تلعب. تمام. طيب احنا هنكمل موضوع الواجب ده وازاي ننظم واجباتنا مع الواجبات الولاد معانا احنا كاباء وامهات، بس خلينا ناخد التليفونات. معانا ام مينا من سوهاج. الو الو، مساء الخير. مساء الخير، ازيك؟ ممكن اتكلم الدكتوره؟ اتفضلي معاكي. انا عندي طفله حاسه بصغر النفس وضعف، ازاي اشجعها وازاي اقول لها ايه؟ عندها صغر نفس وضعف؟ عندها كام سنه؟ ضعف في الشخصيه يعني؟ ضعف الشخصية، حاسة ان هي ضعيفة عن اصحابها او زملائها معاها في المدرسة، ازاي احسنها وازاي اشجعها واقول لها ايه على عندها كم سنة؟ تكون نفسيتها شجاعة ونفسيتها قوية. طيب ام مينا هي عندها كم سنة؟ 11 سنة. 11 سنة؟ حابة تسأليها على حاجة تانية؟ لا، هي شكل صغر النفس ده ايه يعني؟ هي بتتعامل ازاي يعني؟ ايه اللي خلاكي تحسي ان عندها صغر نفس او ضعف شخصية يا ام مينا؟ لا بتحسي مع اصحابها ان هي ضعيفه، ان انا حتى لو كنت نفس السن معاها بيقول انا مش كده ليا، او ما بقدرش عليها، حتى لو شكلوا مع بعض او لعبوا مع بعض في المدرسه بيقول انا مش كده. يعني في التعامل مع اصحابها هي بتحس كأم يعني انه هي عندها صغر نفس وعندها ضعف شخصيه والى اخره. طيب هي دي حاجه ابتدت اكيد من وهي صغيره، وصلت لها كميه رسائل سلبيه انه هي اقل من كل الناس. طيب انا هستاذنك بس هنجاوب على ام مينا. بشكرك يا ام مينا على اتصالك، وناخد التليفون ده وبعد كده هنجاوب على سؤالين. أوكي. معانا هاله من المنيا. الو 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 يا هاله، ازيك؟ ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. اتفضلي. كنت عايزه اسال الدكتوره سؤال. اتفضلي. اتفضلي احنا معاكي. الو، سمعنا من التليفون. اوكي ماشي. لو سمحتي يا دكتوره، ابني عنده 11 سنه. تمام. وهو مشكلته ان هو الو. ايوه انا سامعاكي. هلا، احنا سامعينك، احنا معاكي على الهواء، اسمعينا من التليفون ووطي التلفزيون خالص. اوكي. طيب ماشي. ابني عنده 11 سنه، بس هو مشكلته الاحتماليه، يمكن انا عودته على كده، شويه معتمد عليا واكلمه ما يردش، وابتدى طبعا السن بتاعه ان هو شيء من العصبيه وكده، انا عايزه اعرف اتعامل معاه ازاي. مضايقني خالص انده عليه ما يردش، هو كان بيعاني من نسبه كهرباء بسيطه جدا متعالج منها، بس انا مش عارفه هل ده من تاثيرها ولا هو شخصيته كده. طب يعني إيه؟ تاثير ايه؟ طب الكهرباء، كان عنده نسبه كهرباء بسيطه بس هو اتعالج منها. هو لسه بياخد ادويه؟ لا بطل خالص. طب يعني هاله، انت بتقولي ان هو مشكلته في الاعتماديه، هو دلوقتي معتمد عليكي ولا هو بيتعصب عليكي؟ لا هو يعني حته ما يتعاونش معانا في البيت، في عالم تاني مع نفسه،
عايزه يعني اخليه معايا، يعني يكون عايش معانا كده، تحس ان هو في عالم تاني شويه يعني. اه تمام. فانا برضه عايزه اعرف اتعامل معاه يعني، بزعق فيه وعنفه وعارفه ان ده غلط، تمام، بس عايزه ان انا اصاحبه واكسبه، مش عارفه ازاي اخليه يبقى منظم شويه، يرد علينا، يتعامل معانا، يتعايش معانا. هو علاقته ببابا ايه؟ دي مضايقاني شويه. الدكتور بتسالك هو علاقته ببابا ايه؟ لا كويس، هو كويس، علاقته معايا صاحبي، بيحكي لي كل حاجه لحد دلوقتي، واحنا صحاب يعني. لا ايوه بيتنرفز شويه وما اعرفش ايه، بس بحتويه، يعتبر لا صاحبي هلا. يعني، مش بيخبي عني حاجه، هلا. بس برضه انا متضايقه من الموضوع ده. طيب هلا، علاقته بباباه مش بيكي، علاقته بباباه عامله ازاي؟ كويسه برضه، يعني هو كويسه. متعامل مش كتير مع باباه عشان بيرجع من وقت متاخر من اليوم. اه تمام. فهو اقرب ليا انا من باباه، ولكن علاقه باباه برضه صاحبه وحبيبه، ويضحكوا ويلعبوا ومحتويه وكل حاجه يعني. تمام خلاص، هترد عليك الدكتور. احنا هنرد على الاسئله، بس ناخد اخر تليفون وبعدين نرد على الاسئله دول، بعد كده نكمل تليفونات. معانا ام مينا من بني سويف. الو الو الو، مساء الخير يا ام مينا. مساء النور. اتفضلي. انا معايا ابني عنده 7 سنين، كان اولى ابتدائي. تمام. رافض موضوع كتابه الواجب المذاكره، ولا بالمحايله، ولا يعني مثلا اقول له لو كتبنا الواجب هجيب لك حاجه حلوه هكافئك، لا هو مش عايز يذاكر، مش عايز يكتب، عايز يلعب على طول، على طول يتعصب. 6 سنين. رافض اي طبعا. كلام يعني، حتى لما اجي اقول له كلام حلو وبيقول لي كده، زي ما اكون المفروض ان انا ما اقولوش كده. فانا مش عارفه اتعامل معاه، انا مش عايزه يعني اضغط عليه في المذاكره، وفي نفس الوقت انا مش لما هسيبه كده هو مش هيذاكر. ايوه انا فاهمه، انا متفهمه طبعا وجهه نظر حضرتك، بشكرك على اتصالك، والدكتور هترد عليكي. طيب ناخد بقى سؤال سؤال. كان معانا الاول ام مينا من سوهاج، بتسال على انه عندها بنتها 11 سنه عندها صغر نفس وضعف شخصيه من بدري طبعا، من في تعاملها مع اصحابها، وده مضايقها جدا كأم. هو واضح انه هي البنت وصلها كميه رسائل سلبيه من الام والاب والاخوات وكل الناس، انه هي اقل، فبقت هي خلاص هي وسط اصحابها، هي بتتبع. يعني هي ما ينفعش تقول حاجه، لانه واضح ان كان مثلا لما هي كانت بتعمل حاجه او بتبادر، الطفل بيبقى عند سن 2 3 كده بيبقى عنده مبادره انه يعمل اي حاجه. لو هو ما تعنفش وما تقفلش في الحته دي فهو بيكمل انه بيبني شخصيه بالظبط. وبيبقى شايف انه اوكي يعني انا اقدر اعمل ده. لكن لو وصلت له انه لا، وانت ليه بتعمله ده، وده غلط، وده ما ينفعش، وده يعني ابتديت احجم كل الحاجات، بيوصلوا انه خلاص انا مش كفء ان انا اعمل حاجه، وان انا قليل، وان انا مستاهلش ان انا اكون موجوده. طب 11 سنه الموضوع يتصلح ولا؟ طبعا يعني الموضوع بيتصلح لغايه 50 60 طب سنه. يعني يتصلح ازاي بقى عشان نعرف يعني نوجه لها رساله صح؟ نبتدي ان احنا طول الوقت نوصل لها رسائل ايجابيه، وما نعنفهاش وما نلومهاش وما نحسسهاش بالذنب طول الوقت في اي تفصيله بتعملها، حتى لو كانت غلط. يعني احيانا الام بتبقى لو عملت حاجة صغيرة جدا تخرب الدنيا يعني، ويبقى حجم التعنيف والعقاب مش متناسب جدا مع الغلطة الصغيرة دي. فبيوصل للبنت كأنه ماشي، أو الطفل يعني أنه ماشي على خط رفيع جدا، خايف يقع، لأنه لو وقع هيطلع له على طول الإحساس بالذنب واللوم والحاجات دي كلها. فأنا محتاجة أن أنا أديلها مساحة، وطمنها انه هي حتى لو غلطت ولو عملت حاجات مش صح، مش افضل حاجه في الكون يعني، انه دي مش اخر الدنيا يعني. تمام. طيب ناخد التليفون اللي كان بعدها. كان من هاله 11 سنه، ابنها عنده نسبه كبيره كان من الاعتماديه، كان عنده نسبه كهرباء بسيطه. هي مشكلتها معاه حاليا انه مش منظم، مش بيشارك في البيت معاهم في اي حاجه. علاقتها هي وهو اصحاب كويسين، بابا الدنيا معاه كويسه، علاقه كويسه، ولكن طبعا بطبيعه الحال عند كل الاسر المصريه الاب بيرجع متاخر شويه، مش منظم، بيندهوا عليه ما بيردش عليهم اوقات كتير. فهتعمل ايه؟ هو في السن ده خلاص احنا تقريبا داخلين على المراهقه، ف المراهقه بتبدا كمان بدري عن كده، بدري ده من سن 9 سنين كمان يعني. فهو ابتدى يحس ان هو كائن منفصل يعني، فابتدى ياخد جنب، وابتدى يحس انه انا ليا كون مختلف شويه عنهم. اوكي. الام اولا محتاجه انها تحترم ده، وطالما في علاقه كويسه، ان احنا يعني انت عارفه الحاجات اللي هو بيعملها ومتابعاه حتى ولو من بعيد لبعيد، ف يعني تدي له مساحه.
احنا احيانا الاب والام بيبقوا مرعوبين انه لو ادوا مساحه للولد او البنت في السن ده انه اكيد هينحرفوا. ما هو اكيد واخد يعني، هو الفكره كلها في انه هي بتتكلم انه مش موجود معاهم، يعني هو اكيد واخد مساحته حتى لو هم مش قابلين المساحه دي. لا هي المفروض ان هي بتدي له مسؤوليات جوه البيت. يعني مثلا حبيبي انت مسؤول مثلا انه تلم الاطباق بعد الغداء، انه تعمل حاجه في البيت تخص البيت، انه انت مسؤول مثلا تنظم اوضتك. تمام. انا مثلا 3 ايام في الاسبوع انا مش هرتب اوضتك وانت اللي هترتبها. تمام. ولو عمل ده فانا هشجعه انه طب اوكي هيبقى في مكافاه، ولو ما عملش هيبقى في حرمان من المكافاه دي. اوكي. يعني تمام. احنا كنا متفقين ان انت لو عملت ده هيبقى في خروجه معينه، لا خلاص مش هتبقى فيه الخروجه دي. تديله مسؤوليه وفي نفس الوقت ما بقاش بعنفه او بهينه او بعمل اي حاجه ليها علاقه باهانته كشخصيه، وانه بدا يدخل في مرحله مهمه. احنا بنتعلم بالتشجيع. تمام. طيب احنا هناخد الرد على اخر تليفون، بس بعد ما ناخد التليفون ده معانا كريستين من القاهره. الو 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 مساء الخير. مساء النور. انا عندي بنتي 6 سنين. تمام. هي كانت في الفترة الأولانية كان والدها على طول عصبي، ممكن في سن صغير مثلا كان على طول يعنفها يزعق ويضرب، فبالتالي أنا كنت بتحاشى إن أنا أدخل في صدام مثلا، أنت مش عارفة تربيها كويس، أنت الدنيا مش عارفة تظبطيها، فأنا كنت أحاول إن أنا أشد عليها في عدم وجوده بحيث إنها قدامي تبقى كويسة. بس فابتدت سن الحضانه كويسه تمام، الدراسه حلوه، لحد ما دخلنا المدرسه في النظام الجديد اللي احنا فيه السنه دي مش بتروح تلعب يعني، او انا ممكن بياخدوا حاجه بس انا ما اعرفش هي بتاخد ايه في المدرسه، فبقت ترجع بتاخد ايه مش فاكره. طب هو انت ما حاولتيش تتابعي يا كريستين انت مع المسؤولين في المدرسه مدرسينها، مش بيبعتوا لك ورقه باللي اخذوه؟ ما فيش اي حاجه بتيجي بيها من المدرسه اقدر اتابع معاها. اوكي. بس الفكره بقيت احاول انا اعتمد ان انا اديها مثلا قبل الكلمات، احاول ان انا اشتغل معاها او كده، بس هي رافضه انها تذاكر، يعني بقت ممكن تدخل الاوضه تذاكر، لا انا على ما اشوف مثلا حاجه وارجع لها الاقيها نامت. اصلا هي رافضه الفكره ديت انها تذاكر. انا احب الرسم قوي يا ماما. تمام. لكن مش حابه ان انا اذاكر، ما بحبش احفظ، ما بحبش. ايوه تمام خلاص. اوكي الدكتور هترد. التليفون انفصل. طيب معنا ميرالا من الغردقه. الو امي ميرالا. امي ميرالا مع حضرتك. اهلا وسهلا، ازيك عامله ايه؟ نشكر ربنا. انا كنت عايزه اسال الدكتوره، انا معايا بنتي وخلاص هتكمل 5 سنين. فهي متاخره شويه في الكلام. متاخره يعني في الكلام بتاعها مش واضح قوي زي اللي زي اصحابها اللي في سننا. اوكي. تمام؟ تمام. فبحس دايما ان هي في ناس كتير بتتريق عليها وعلى كلامها واصحابها في الحضانه برضو، فالموضوع ده مضايقني انا اكتر من ضايقها هي، يعني هي بيضايقها وحالتها النفسيه مش حلوه بسبب الموضوع ده. تمام. ده رقم واحد. رقم اثنين ان هي يعني اصحابها ما بيتعاملوش معاها كتير في الحضانه. تمام. دايما بتيجي تشتكي لي، ده بيزقني مش عايزني العب معاه، انا النهارده بكلم صاحبتي اصل هي مخصمان، فالموضوع ده انا مضايقني وهي برضو متضايقه جدا منه، فانا مش عارفه اتعامل معاها ازاي رغم ان انا بديها ثقه ودايما انا اشجعها، لا انت احلى واحده، لا انت كذا، واشجعها. طيب يعني انا عندي بس سؤال ليكي، هل انت مثلا سالتي حد في الحضانه عندها ان كان الكلام ده صح ولا غلط؟ لان اوقات كتير الولاد او الاطفال خيالهم بيبقى واسع فممكن يبقوا متخيلين حاجات ما بتحصلش، فهل تابعتي مع حد مثلا في الحضانه؟ هل فعلا ما فيش تعامل ما بين بنتك وما بين الولاد اللي موجودين في الحضانه؟ هل فعلا هم بيتريقوا عليها؟ هل يعني عرفتي تفاصيل اكتر من حد تاني موجود داخل الحضانه غيرها هي؟ طبعا تصدقيها اكيد، بس برضو لازم تسمعي من اللي حواليها. هقول لحضرتك، هو ما فيش حد في الحضانه هيقول لي ان ده بيحصل، لان انا شفت في موقف حصل قدامي، فبشتكي للمس، يا مس يعني جت تلعب مع اصحابها فزقوها.
مش عايزينك تلعبي. يعني انت شفتي ده. فبشتكي من المس بقول لها ازاي يا مس، يعني ده حصل قدامي زي الموقف ده حصل وانت سكتي عليه. قالت لي يا ماما يعني دي لها اطفال مع بعض، فاكيد هي ليها اصحابها وبيحبوا يلعبوا معاها، اكيد في مجموعه تاني لا بيحبوا يلعبوا لوحدهم، فالموقف ده حصل قدامي، بس اكيد هي مش هتقول لي ان في حاجات تانيه بتحصل. طيب خلاص انا مش عارفه اتعامل معاها ازاي. طيب هو اولا انا بشكرك على اتصالك، ثانيا احنا هنعمل حلقه خاصه عن موضوع التاخر في الكلام وازاي نتعامل معاه كاباء وامهات، وده موضوع برضو مهم جدا جدا. انا بشكرك على انك فتحت لنا طريق نتكلم فيه بخصوص الموضوع ده، وهكمل بقى مع حضرتك الاجابات على التليفونات اللي جات لنا والاسئله. ام مينا من بني سويف كانت بتقول ان ابنها في اولى ابتدائي 7 سنين بيرفض خالص انه يعمل هوم ورك، بيرفض خالص انه يذاكر، بيرفض اي حاجه ومش عايز يعمل اي حاجه ليها علاقه بالمدرسه. طيب يعني هو 6 سنين 7 سنين هو لسه في مرحله الطفوله ان هو عايز يلعب، يعني ان انا الزمه انه تعالى في هوم ورك، ما ده عشان يعني المنظومه نفسها بتضغط الولاد. انا عندي بس كومنت او عندي تعليق على النقطه دي. ليه بنتعامل مع الهوم ورك او الواجبات المدرسيه على انها حاجه بتضغط على الوقت؟ يعني ليه مش بنتعامل مع الهوم ورك طول الوقت؟ حتى اوقات بيبقى في هوم ورك او في واجبات مبعوثه من المدرسه بسيطه جدا، يعني يمشوا على نقط، يكتبوا 1 2 لغايه 10، حاجات كده بسيطه بس بتعلمهم فكره الالتزام. ما هو انا مش معترضه خالص انه مثلا في 6 7 سنين ده اخره هيقعد ربع ساعه. تمام، هو بقى رافض يقعد حتى ربع ساعه، يعني هو بيجي لها بهوم ورك، وطبيعي لازم الطفل علشان لما يكبر شويه يبقى واخد على فكره المسؤوليه، واخد على فكره الالتزام، لازم اعلمه يقعد يعمل هوم ورك حتى لو 10 دقائق ربع ساعه. انا هو يعمل ايه بقى او هي تعمل ايه بما انه رافض خالص الموضوع ده؟ وقتها انه لا، هيبقى مثلا احنا في السن ده 6 7 سنين بيبقى اكتر الحلويات والالعاب اللي هو بيحبها، فاحنا خلينا انه هنعمل زي ديل معاه. هي جربت، ما هي قالت، هي قالت قالت جربت معاه وبقول له كلام كويس وجربت اجيب له حاجات حلوه. مش كلام كويس، انه دلوقتي احنا هنقعد ال 10 دقائق دي، لو انت قعدتها بالظبط وخلصنا ده في خلال 10 دقائق تمام، احنا هنجيب الحاجه المعينه اللي انت عايزها، شوكليت معينه، لعبه معينه انت كان نفسك فيها، ان انا احفزه. طب يعني هي بقى دي نقطه برضو اوقات كتير بنعملها غلط فبتوقعنا في غلط اكبر بكتير. احنا كنا بنتكلم اول حلقه مع حضرتك على فكره المساومه، انا كده لما هقعده 10 دقايق عشان يعمل هوم ورك اللي هو اصلا التزامه ومسؤوليته، ويبقى قدام كل هوم ورك هوديه يعمل حاجه او هجيب له حاجه، ده مش كده بيعلمه على المدى البعيد شويه انه يساومني على اي حاجه؟ لا، لو انا مش لو ما جبتليش انا مش هعمل هوم ورك. لا، ما هو انا اللي بقول مش هو اللي بيقول. أوكي. يعني في المساومه اللي بيعملها الطفل او الجيم هو اللي بيفرض مين بيعمل ايه فين، يعني انا هعمل ده عشان انتوا ترضوا بس اعملوا لي كذا. التانية لا، التانية انا اللي بقول له يعني حبيبي احنا لو قعدنا ده وخلصنا ده في خلال 10 دقائق فانت مثلا هتاخد اليوتيوب مثلا، انت بتحب تتفرج على الحاجات يعني مش لازم حاجات ماديه، ممكن اتعامل معاه بحاجات معنويه. مثلا ممكن يبقى مثلا بيحب يروح عند تيتا مثلا او عند عمك او عند خالته، فلو عملت ده انا هوديك الحته الفلانيه بكره هتنزل تلعب مع اصحابك مثلا ساعتين بدل ساعه ونص. يعني ببتدي اشجعه في الحاجات اللي هو اصلا بيحبها، انه طب بس احنا محتاجين نقعد نعمل ده، وده ما يبقاش كل يوم. يعني برضو ما هو لما يبقى 6 سنين يتفرض عليه كل يوم في هوم ورك، ده هيخليه طب لا، لانه انا عايز العب. هو في السن ده هو لسه ادراكه بمسؤوليه والتزام والحاجات المعاني الكبيره دي هو مش عنده، مش موجوده، ومش هتطلع في السن 6 7 سنين، لان هو بالنسبه له اهم حاجه انا العب بالظبط والعب وبس. ان ليه اذاكر يعني ليه يعني؟ والمشكله انه بيربط انه ماما بتقعد تزعق. ايوه، فماما بتزعق وتعصب على حاجه انا عايز العب، وده حقي ان انا العب. تمام. يعني طيب كان معانا تليفون تاني من كريستين من القاهره، كانت بتقول ان بنتها عندها 6 سنين، الفتره الاولى من عمرها كان باباها عصبي قوي قوي وكان اوقات كتير بيتعامل معاها بعنف شديد جدا، وهي كأم مش عايزه ان الاب يجيب عليها غلط انه انت مش عارفه تربي ومش عارفه تخلي بالك، فكانت الام بتعنف كمان البنت علشان ترضي الاب. حاليا الموضوع يعني مش احسن حالا، فهي عايزه تعرف تعمل ايه. اول حاجه تتفاهم هي والاب. يعني حلوا مشاكلكم انتوا بعيد عن الطفله،
ووصلوا لشكل تربيه انتوا الاثنين تبقوا متفقين عليه، لانه البابا بيعمل حاجه او بابا بيعنف ماما عشاني، وماما بتبقى عايزه طول الوقت تتجنب زعيق بابا، ده يعني جو اصلا مكهرب في البيت. فانا محتاجه انه بابا وماما يقعدوا مع بعض ويتفقوا على طريقه تربيه وطريقه تفاهم خصوصا قدام البنت. وانه مثلا في حاجات هتبقى مسموح بيها وفي حاجات هتبقى لا دي مش هينفع، يعني يبقى في تفاهم بينهم وتبقى حاجه ستايل واحد موجود في البيت. طب هي لو هي بدات بطريقه غلط مع البنت من البدايه خالص، انه لما الاب كان بيزعق كانت هي بتسكت، او كانت هي كمان بتيجي على البنت فالبنت بقت حاسه ان هي قاعده بابا وماما عليا بالظبط، يعني اللي هم المفروض يحموني اصلا من الكون، ملهاش يعني مسمى تاني، هي بابا وماما عليا. اه صحيح. فهي البنت دلوقتي اكيد بقت عندها نوعا ما من عدم الثقه في بابا وفي ماما وفي نفسها. صحيح. فالام دي ترجع الكلام ده ازاي، وفي نفس الوقت ما تخسرش بيتها طبعا ولا جوزها، بغض النظر ما ممكن يبقى الاب مش عايز او مش متقبل فكره انه يقعد معاها او يتكلم، هو شايف ان طريقتي انا لا صح. ما هو طول ما هم كل واحد فيهم في حته، ده هيخلي انه هنبقى طول الوقت بنلعب، يعني هتبقى الام طول الوقت بتحاول تداري، والاب طول الوقت شايف انه هو بس اللي بيحاول ينفذ اللي هو عايزه من غير ما يبقى شايف تبعيات بتاعه ناحيه الام، وتفضل البنت تبقى في النص تايهه بين الاثنين، ودي أسوأ حاجه. يعني انت لو انت عايز بنتك تبقى كويسه، انت محتاج ان انت تقعد مع مراتك وتتكلموا انه في حاجات هنعمل ده، وانه البنت قدراتها كذا، وانه هنعمل ده، وان ده افضل حاجه دلوقتي متاحه لينا، ونتكلم. طب انا لو بابا وماما مش بيتكلموا ومدين لي يعني ستايل معين واحد في البيت وكل واحد بستايله، انا هتوه بين الاثنين. فلازم في كل، ما هي الفكره بقى دلوقتي انه الستايل ده ما يبقاش هو العنف المزدوج طبعا من الاب والام ناحيه البنت. لا خالص، لان هما كده هما نفس الستايل بس الستايل السلبي مش الستايل الايجابي. لا طبعا، يعني انا لو يهمني مصلحه بنتي طول الوقت، لا انا يعني هشوف انه لا في حاجات سلبيه كلها انا هبعد عنها. تمام. احنا اخر تليفون جالنا كان من ام ميرالا من الغردقه، كانت بتقول انه بنتها شويه قربت على 5 سنين تقريبا، ومتاخره شويه في الكلام، او زيها مش او نفس مش نفس طريقه اصحابها فبيتريقوا عليها، بالاضافه انه البنت بتشتكي طول الوقت من اصحابها في الحضانه انهم بيضايقوها وانهم بيتريقوا عليها وانهم مش بيحبوها مش بيرضوا يلعبوا معاها، والام نفسها شافت ده ان جت تلعب مع حد من الولاد، الولاد زقها. طيب هو اول حاجه في موضوع تاخر الكلام، هي يعني اعتقد انه هي اكيد بتاخد جلسات تخاطب عشان تحسن ده، لانه 5 سنين وتبقى متاخره ده كتير. لو ما بتاخدش تاخد. اه طبعا، يعني هي محتاجه طبعا انها تاخد جلسات تخاطب عشان تحسن الكلام، لانه خلاص 5 سنين دي كمان بس سنه. ده مش نوع من انواع الاعاقات مثلا، او في حاجه في مشكله ما يعني. لا ما هي يعني هي يعني هتبقى محتاجه تروح لدكتور تخاطب ويشوف هو في مشكله مثلا في مخارج الالفاظ او في اي حاجه، وهو هيتابع معاها في ده. دي اول حاجه. تاني حاجه موضوع الحضانه، هي محتاجه اولا تقول لهم في الحضانه، تقول لهم ان انا بنتي متاخره في الكلام، فخدوا بالكم منها، انه ما حدش يتريق عليها وما تسمحوش بده، لان ده بيأذيها جدا. تاني حاجه انه لو هي الحضانه هي مش مريحه البنت، ما انا اغيرها، ما اغير الحضانه. اه بالظبط، يعني الحضانات دلوقتي ده بقى موجوده في كل حته، فانا ممكن اشوف مكان تاني، وانا رايحه البنت 5 سنين، فانا ممكن يعني اخدها الاماكن اللي متاحه ليا، مثلا لو 3 4 اماكن، واقول لها انت انهي مكان انت ارتحتي فيه، وتروح المكان اللي هي ارتاحت فيه، لانه 5 سنين دي تقدر تختار دلوقتي انه اه لا المكان ده حلو يا ماما، لا المكان ده مش حلو. اه بالظبط، مبسوطه هي كمان بيبان على البنت ان كانت هي نفسيتها مستريحه او لا. بالظبط. وايه المشكله ان احنا نجرب حضانه يعني شهر ولقينا انه البنت برده مش مبسوطه، نروح مكان تاني. بالظبط. يعني طيب احنا معانا تليفون تاني، ام كرولوس من الفيوم. احنا معانا للاسف يعني تليفونات كتير جدا، بس وقت الحلقه مش هيكفي ناخد كل التليفونات، فبعد اذنكم تكتبوا اي سؤال عايزين تسالوه لنا في موضوع الحلقة على صفحتنا من بره، يعني ككومنت على البوست بتاعنا على الفيسبوك، والدكتور هتدخل ترد على حضراتكم سؤال سؤال. معانا ام كرولوس من الفيوم. الو، مساء الخير يا ام كرولوس، ازيك؟ طيبه وحضرتك؟ طيبه. لو سمحت انا عايزه اكلم الدكتور. معاكي، اتفضلي.
انا عندي ابني اسمه هو عام السنه دي، بقاله حوالي شهر او 15 يوم عيات مستمر، صداع مستمر، نعس مستمر، عملنا له تحاليل من فتره كده من حوالي 15 يوم برضه، لانه حصل له تشنج في لسانه، فودانا له الدكتور قال ان هو نقص كام في يوم وعطى له اسعافات اوليه وكده، بس حاليا دلوقتي هو المشكله عنده انه عايز ينام باستمرار، يقوم النوم بينام 8 ساعات متواصله بيقوم برضه عاوز ينام. فانا خايفه لو يكون مثلا ده اكتئاب ولا ايه بالظبط، عايزه اتحل. طيب هو محتاج يروح لدكتور نفسي يشوفه لو هو ما عندوش حاجه عضويه، يعني لو عملت كل التحاليل وكل الحاجات وطلعت ان هو كويس وان هو يعني ما عندوش اي حاجه عضويه، هو محتاج يروح يقعد مع دكتور نفسي يشوف هو في ايه اللي حصل من خلال 15 يوم، لانه ثانويه عامه ده كبير 16 17 سنه، وده يعني ده بدايه الامراض النفسيه عندنا اللي هي بتاعه البالغين، يعني بتبتدي على 16 17 18 سنه بتبتدي تتكون شكلها. تمام. فعشان لو في حاجه نلحقها من الاول خالص. بشكرك على اتصالك يا ام كرولوس. خليني اختم كده مع حضرتك بسؤال مهم جدا وهيفرق كتير جدا في تعاملنا مع اولادنا. انا كأم اوقات بيخرج مني بعض الكلمات المحبطه جدا للولاد، انه انت فاشل، او انت اكتر واحد ما بتفهمش في الفصل، او انت اخيب واحد في اصحابك، اخيب واحد في اخواتك، انا مش عارفه انا ازاي خلفتك، انا مش عارفه انا ليه مستحملاك. يعني اوقات كتير احنا كاباء وامهات بيخرج مننا وفعلا فعلا مش بيبقى قصدنا طول الوقت المعنى الحقيقي للكلمه، لكن هو بيوصل له المعنى ده. فخلينا نتكلم في الجزئيه دي سريعا قبل ما نختم لانها مهمه جدا. طيب هو يعني خلينا نقول انه هي مش رساله واحده هي اللي هتبقى هي اللي هتاثر فيه، يعني لو الام والاب بيدوا رسائل ايجابيه طول الوقت للولد والبنت وبيشجعوهم وبيحبوهم وبيدلعوهم وبيحضنوهم وبيعملوا كل الحاجات الحلوه، ولو مره ماما كانت متعصبه او مضغوطه او بتاع وقالت انا كتر خيري ان انا مستحملاك، مش هي دي اللي هتكسر الولد او أوكي. البنت لكن اللي هيكسره انه يبقى دي الرساله اللي ثابته طول الوقت. ايوه هو دي الرساله اللي بتوصل، بس مفيش اي رسائل ايجابيه تاني بتوصل. اوكي. فانا طول الوقت يعني الموضوع ما بيأثرش بالسلب لو هو مره واحده بس، مره وبعد كده ماما توضح انه يعني انا عشان متضايقه او انا مضغوطه النهارده، انا كان عندي مشاكل في الشغل، انا كان عندي في حد في العيله تعبان، انا مشغوله دلوقتي بحد وانا مضغوطه وانتوا تساعدوني. يعني ماما برضو من حقها انه لما تقول تعمل حاجه يعني غلط، بني ادمه يعني بالظبط، لما تعمل حاجه غلط وهي تشوف انه ايه ده انا ازاي قلت كده، ان انا اروح للولاد ما نستكبرش على ده بالظبط، لانه ده بيوصل لهم انه ماما بتغلط وبترجع تقول لنا واحنا صغيرين بس تمام يعني. فدي اول حاجه. تاني حاجه ان انا اخد بالي هو انا بوصل لابني انت فاشل طول الوقت، هي دي الرساله اللي وصلت لي انا شخصيا، انا مقتنعه بيها ولا لا؟ لا، اللي وصلت لي انا شخصيا، ما احنا احيانا بنوصل لاولادنا الرسائل بتاعتنا. يعني كان اهلي بيقولوا لي انا كده، بيقولوا لي ان انا فاشله. اوكي. فانا طلعت، فانا هطلع عقدي على اولادي. ده بنسبه 80 90% اللي بيحصل. اوكي. احنا بنربي اولادنا، احنا لو جروحنا النفسيه والاذاءات اللي احنا تعرضنا لها ما تعالجتش وما اتصلحتش، هي هتطلع تلقائي لاولادنا. ايوه. فانا هوصل له ده، يعني انا وصلت لي الرساله في الحياه ان انا فاشله طول الوقت. فهعمل ايه؟ انت كمان لما تعمل اي حاجه انت فاشل. فهفضل طول أو الوقت العكس. أو ان انا طول الوقت كنت شايفه نفسي هايله ومتفوقه، فما ينفعش انا ابني يبقى اعمل كده. دي لا، يعني دي وقتها انا محتاجه اشوف ابني بقى، يعني لو انا هبقى طول الوقت بزقه ناحيه البيرفكت، ان انت لازم تبقى 100% عشان انا كنت بتزق ان انا اكون 100%. ايوه. ماشي، يعني ما عرفتش يعني اطلع من عبايه اهلي البيرفكشن. فبقيت انه طول الوقت انا محتاجه بقى اشوف ابني. أوكي. يعني انا محتاجه اربي ابني في طريقه هو. صحيح. يعني اشوفه هو كائن منفصل عني، ليه حاجات مختلفه تماما عني في كل حاجه، من اول هو اتولد في وقت غير الوقت اللي انا اتولدت فيه، وشكل المجتمع اللي حواليه، اصحابه غير اصحابي، الحاجات الضغوط اللي هو اتعرض ليها غير الضغوط اللي انا اتعرضت ليها. انا محتاجه كل ده ابعد نفسي عنه واشوفه هو.
تمام. عشان اشوف احتياجاته هو مش احتياجاتي انا. ايوه صحيح. دكتور كارولين فوزي اخصائيه الامراض النفسيه والعصبيه وعلاج الادمان، بشكرك، شكرا جزيلا لوجودك معايا النهارده. حضرتك بعد اذنك هتردي على اي سؤال على صفحه جات لنا على البوست، علشان كان في تليفونات كتير جدا جدا وما عرفناش للاسف ندخلها معانا على الهواء. اي مشكله. بشكرك. شكرا. مشاهدينا كنت معاكم النهارده في حلقه يوم الاثنين من مانيا جدها، يا رب تبقى الحلقه عجبتكم والموضوع بتاعنا النهارده كمان يكون عجبكم. اي سؤال عايزين تسالوه بخصوص موضوع الضغوط النفسيه على اولادنا ابعته لنا على صفحتنا من بره على البوست بتاع الحلقه علشان دكتور كارولين تعرف تدخل ترد عليه. واي موضوعات تانية، اي حاجه عايزين في مانيا جدها نناقشها مع اي ضيف من الضيوف ابعته لنا برده على صفحتنا على الفيسبوك. يوم الاربعاء اللي جاي هتبقى معاكم ميرفت قبل ما اعدي بساعه، حلقه جديده ومانيا جدها.